يقول لك العصب الخامس والعصب السابع وحصل لي لطشة هواء فحصل لي القصة دي. طبعا فصل الشتاء معروف بامراض معينه زي ما حضراتكم تفضلتوا، الجزء الخاص بالتهابات المفاصل والعضلات مصاحب ليه دايما جزء التهابات في الجزء الخاص بالتهابات المفاصل والعضلات مصاحب ليه دايما جزء التهابات في العضلات بتاعه الوجه نتيجه ان الاعصاب بتلتهب. اي عصب بيتعرض لهواء وخاصه لو الاعصاب دي على المناطق الخارجيه بتاعه الجسم، واحد منهم العصب السابع رقم سبعه، ده واحد من الاعصاب الدماغيه اللي هو بيدي العضلات، مينلي العضلات بتاعت الجبهه والعضله اللي بتقفل العين والعضله اللي بتخلينا نقدر نقفل البق كويس ونقدر نمضغ كويس. طب عشان كده دي بتيجي منين؟ يعني ادينا كل ده سبب والغلط اللي بنعمله اللي ممكن يؤدي ان هو يجي لنا. العصب ده بيبقى خارج من جذع المخ وبيروح عشان يغذي الحاجات الخارجيه من بره، يعني ده عصب حركي اكتر منه حسي، بيدي حاجه معينه في الاذن بس، ده واحده بس 99% من شغله عضلي، بيدي العضلات. بيخرج بقى من داخل الجمجمه والمخ للخارج فين؟ ورا حلمه الاذن هنا اهو، ورا الاير بين هنا في الجزئيه دي. عشان كده مش صدفه ان الناس بتشوف السباحين بيعلموا الولاد في الرياضه في السباحه مثلا او في التاديف او الرياضات اللي بتتعرض للهواء، لو انت سخن حط فوطه على ودنك. كل الكابس دلوقتي بره فيها ودانات عشان تدفي المنطقه دي، او الناس بتحط شال على الحته دي. اهم حاجه الجزء ده اللي انا حاطه عليه كده يا دكتور يبقى دافي لان العصب بيلتهب في الحته دي. ان اي حد يطلع وهو راسه مبلوله ويتعرض لهواء ممكن يجيله 100%، سواء بقى مروحه، دي بتبقى في الصيف كتير جدا الناس بيقول لك انا انام تحت المروحه، او يحط الاي سي او التكييف بتاع العربيه الريش على وشه، دي خطر جدا جدا جدا. او لو حد من الاخوه المواطنين راكب وسيله مواصله عامه وفتح الازاز وخاصه في الشتاء. طب يعني يبقى احنا هنا في الشتاء دلوقتي فكره الكمامه مش بس عشان الكورونا، فكره الكمامه كوفيه او حاجه بغطي بيها هنا، انا مهمة بحمي جداً. نفسي مهم. انا بقول انا حتى بقول يعني للمرضى بقول لو ما عندكش اي حاجه وهتركب مواصله ارفع الياقه وخليها هنا اهو، يعني اهم حاجه المنطقه دي. طب لو ما عندكش حط ايدك هنا. لا كان في الطاقيه ولا الاسكاب ولا اي مكان. طب كل ده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى الاحساس بايه؟ حاجتين، اي حاجه بتتاثر بيحصل تاثر في الوظيفه بتاعتها ويبقى مصاحب ليها التهابات. يعني كل الكاتيجوري الزمايل المحترمين الافاضل الاساتذه اتكلموا عليه اللي خاص بالتهابات المفاصل، هو في الاخر بيطلع مواد كيمياء او التهابات العضلات الوجه او التهاب العصب السابع. اول حاجه بيحصل تاثر في الحركه سواء بقى في العضلات او في مجال الحركه لو في جهاز عظمي عضلي، لكن الاهم بيطلع مواد التهابات. مواد التهابات دي ليها اسمها سايتوكينز. السايتوكينز احنا كنا عارفينها طبعا من ايام الكوفيد. السايتوكينز دي بتسبب الام بدرجات متفاوته، والالام دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى، عشان ابقى عارف ان المنطقه دي مؤلمه يبقى فيها التهاب يبقى ما حركهاش. ده لدرجة ان من الجايد لاينز دلوقتي ان في العلاجات لو المريض ما عندوش سيمتوماتولوجي، يعني ما عندوش اعراض واضحة من اعراض الالتهابات اللي واحد منهم حاجات نقدر نسألها في التاريخ المرضي او بالمعامل او بالكشف على المريض، لو ما عندوش اعراض وعنده فيرال انفكشن والفيرال ده مش معالج، احنا ساعات كتير قوي بندي سبورتيف او علاج ساند زي ما بنقول، اللي هو كل كويس واستريح ونام كويس واشرب سوائل كتير ودفي نفسك وخد مالتي فيتامينز از لونج ان والحكايه بتعدي. حتى الناس اتعلمت ان في الالتهابات البسيطه مش لازم اجري على قصه العلاجات الاجريسيف من الاول، لان احنا عندنا ترند غريب جدا في مصر، حاجتين بيحصل مع كل المواطنين، اي الانتي بايوتيك ده زي الاسبرين زي اللبانه. صباح الخير. صباح الخير انتي بايوتيك. فتتهاول طول الوقت. بالظبط. اتفضلي يا فندم. لا لا كمل حضرتك. لا لا الجزئيه الثانيه ان سوء تناول الناس لمضادات التهابات وبنصيحه بنيه خالصه من الاصحاب او من الاصدقاء بس بدون خلفيه، فده ممكن يسبب ضرر، لان كتير جدا الناس بتتكلم يكلم واحد مش دكتور الو انا تعبان او صيدلي يعني اخد ايه. على فكره هي الصيدلي دوره مهم جدا بس مش وظيفته انه يحدد لك نوع.